نظمت وزارة الداخلية بمقر أكاديمية الشرطة بالتنسيق مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة دورة تدريبية في مجال الكشف عن الوثائق المزورة، وذلك في سياق مكافحة الإتجار بالبشر وتهريب المهاجرين. كما نظمت 8 دورات تدريبية بمقر أكاديمية الشرطة بالتنسيق مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر في مجال حقوق الإنسان. في إطار حرص وزارة الداخلية على الارتقاء بكفاءة وقدرة العناصر البشرية لمواجهة الجرائم بخاصة المستحدثة منها، نظمت الوزارة بمقر أكاديمية الشرطة بالمركز المصري للتدريب على عمليات حفظ السلام 8 دورات تدريبية بالتنسيق مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر. الدورات التدريبية في مجالات القانون الدولي الإنساني وآليات تطبيقه على المستويين المحلي والدولي في إطار اهتمام وزارة الداخلية بتطبيق معايير حقوق الإنسان في كافة تعاملاتها وخدماتها التي تقدمها للمواطنين بشكل إنساني وحضاري. احنا سعداء ان احنا موجودين النهاردة في المركز المصري للتدريب على عمليات حفظ السلام لتدريب مجموعة من ضباط الشرطة المرشحين لمهام حفظ السلام في جهات مختلفة في العالم، موجودين عشان ندربهم على موضوعات القانون الدولي الإنساني، قانون النزاعات المسلحة، لتجهيزهم للتعامل أو تنفيذ مهامهم في الأماكن اللي هيتم إرسالهم بيها. ومع استمرار الدورات التدريبية التي تنظمها الوزارة للارتقاء بقدرات كوادرها في كافة مجالات العمل الأمني، نظمت الوزارة بمقر أكاديمية الشرطة بالتنسيق مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة دورة تدريبية في مجال الكشف عن الوثائق المزورة في سياق مكافحة الإتجار بالبشر وتهريب المهاجرين. تم خلال الدورة التدريبية استعراض المعايير الدولية الخاصة بوثائق السفر وطرق تجميعها وإنتاجها وتدريب العملية على فحص هذه الوثائق وإلقاء الضوء على الوثائق المزورة والتلاعب بالوثائق الرقمية وكيفية اكتشافها. The training achieved that our participants learn more about the document security, about the international standards on the security features in the passports with authentic documents where our participants can, using technical equipment and knowledge provided, they can inspect the passports and to come to the conclusions, is this forged or it's not forged. ويعكس تنظيم هذه الدورات حرص وزارة الداخلية على تنمية مهارات العناصر البشرية لديها في مختلف مجالات العمل الأمني لأداء المهام بكفاءة وفاعلية.